السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وشيق النهاردة في قناتكم، قناة الدكتور محمود هيكل. والفيديو النهاردة عن القطط، وعن موضوع مهم جدا في القطط، وهو موضوع التزاوج. امتى يتزاوج القط بتاعي، سواء الذكر او الانثى؟ امتى سن التزاوج المناسب؟ امتى سن البلوغ؟ ما هي فترة الحمل في القطط؟ ده اللي هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله. بالنسبة لقطط الإناث، بيبتدي البلوغ عند عمر 6 شهور في كل السلالات القطط، وبيتم الزواج عند سن 8 شهور. حد يسألني لما تم البلوغ عند 6 شهور، ليه احنا ما نجوزش القطة في السن ده عند سن 6 شهور؟ لأنه باختصار بيكون وزنها ما وصلش الوزن المثالي او الوزن المناسب للتزاوج والحمل. التزاوج هينتج عنه حمل، ده نتيجة طبيعية، ولسه متمش النضج الجنسي الكامل ليها. فلازم يتم النضج الجنسي الكامل لقطة، ويتم الوزن المناسب والعمر المناسب للتلقيح او التزاوج عشان نجوزها. عشان كده طبعا بنجوزها يفضل في سن 8 شهور. ولكن لو حصل تزاوج عند سن 6 شهور، القطة تحمل وتنجب، لكن ممكن يكون في بعض الأخطار عليها في الحمل، ممكن في بعض الأخطار عليها في الولادة، نتيجة إن هي جسمها ضعيف وصحتها ضعيفة لسه، وممكن ما تقدرش تولد أو تحتاج مساعدة في الولادة، ويكون في خطر عليها، ونتاجها يطلع بالتأكيد صغير وضعيف. ده بالنسبة للتزاوج في قطط الإناث. طبعا فترة الحمل بتكون حوالي 60 إلى 65 يوم، يعني من 2 إلى 2.5 أيام، بتختلف من سلالة تانية في بضع أيام. وطبعا في أول مرة خلفة أو أول مرة حمل غالبا بتوصل ل 60 إلى 65 يوم، في المرات التالية ليها، المرة التانية واللي بعدها، بيكون طبعا غالبا 60 يوم في معظم السلالات بتاعت القطط. بالنسبة للذكور، بيكون طبعا سن البلوغ الجنسي بتاعها عمر 8 شهور. يفضل طبعا التزاوج بتاعها عند عمر 10 شهور، عشان برضو تكون وصلت للنضوج الجنسي الكامل، ويكون السائل المنوي بتاعها جيد او ممتاز، ومحتوي على العدد الكافي من الحيوانات المنوية السليمة الصحيحة لحدوث الاخصاب والانجاب. ده بالنسبة للذكور. طبعا موضوع مهم جدا هتكلم عنه برضه في الفيديو النهاردة، وهو موضوع موسم التزاوج. موسم تزاوج القطط عامة بيكون في نهاية شهر أبريل إلى سوري في نهاية شهر فبراير إلى منتصف شهر أبريل، ده الموسم الأول. والموسم الثاني بيبتدي معايا من أواخر شهر أكتوبر إلى منتصف أو أواخر شهر ديسمبر. لكن بصورة عامة القطط بتكون يعني عندها تزاوج طول العام، لكن الموسمين دول هم اللي بيكتر فيهم التزاوج، وبيكون فيهم نشاط تزاوج أو نشاط جنسي أعلى من باقي السنة. القطة الأنثى عندها طبعا دورة شهرية كل شهر، يعني كل 20 إلى 22 يوم بيكون عندها طبعا دورة شهرية بتنتج فيها بويضة أو أكثر، وبيحصل طبعا الإخصاب والحمل في حالة ما تكون البويضة سليمة وبالحجم المناسب، والسائل المنوي بتاع القط بيكون سليم، وفي عدد الحيوانات المنوية الكافي لحدوث عملية الإخصاب والحمل. الذكور طبعا بتكون دائمة الرغبة الجنسية، يعني طول العام بيكون عندها قدرة على التزاوج وطلب
التزاوج. طبعا بنلاحظ في اعراض على الاناث لطلب التزاوج انها بتبتدي انها تماوي او تعمل الصوت بتاعها كتير زيادة عن الاول، الحركة بتاعتها بتكون كتير، بتكون متوترة كتير، بترفع ديلها. دي طبعا كلها علامات طلب التزاوج بالنسبة للإناث، بالإضافة إن شهيتها ممكن بتقل بصورة ملحوظة تيجي التوتر والضغط العصبي والنفسي الحاصل عليها من طلب التزاوج. وفي الحالة دي أنا بكون مخير بين أمرين، لإما أنا بجوز القطة بتاعتي، لإما إن أنا أعمل عملية تعقيم اللي هي بيكون فيها عملية من عمليتين، لإما استئصال الرحم والمبيضين اللي بنسميها أوفيريو هيستيرو إكتومي، أوفيريو هيستيرو إكتومي، أو إنه بنشيل المبيضين بس اللي هي عملية الأوفيريان إكتومي، ودي اللي أكثر يعني استعمالا في بلادنا العربية. بالنسبة للذكور طبعا بنلاحظ الذكر في البلوغ بيبتدي يتبول في أي مكان في البيت، خاصة لو ما كانش متعود على الليتر بوكس، وحتى لو متعود على الليتر بوكس في البلوغ برضه بيحصل إنه بيتبول في أكتر من مكان في البيت خارج الليتر بوكس. فطبعا لإما نجيب له قطة كده ونجوزهم، لإما إن احنا هنكون هنعمل عملية الخصي أو الكاستريشن. ده بالنسبة للجواز في الذكور والإناث والغضب. لو استفدتم الفيديو يا ريت تدعموني باشتراك عشان أستمر إن شاء الله في دعمكم بكل ما مفيد، وأنا مستعد إن شاء الله الإجابة على كل استفساراتكم، سواء كيسز حالات مريضة يعني أو أي استفسارات أخرى فيما يخص مجال الكاتس. طبعا الاستفسارات والاستشارات تكون في الكومنت وهنجاوب عليكم ان شاء الله اول باول قدر الامكان حسب يعني ظروف شغلي. ان انا طبعا بشتغل في حياتي من النهار لحد من الساعه 9 الصبح لحد العشاء، الفتره دي بحاول ارد فيها برضو قدر الامكان لما الاقي وقت فاضي، وبصوره اساسيه برد طبعا بالليل وكده. ويا ريت تدعمونا ان شاء الله بالسبسكرايب، الاشتراك واللايك عشان ان شاء الله تستمر القناة ونستمر معاكم، والفيديوهات برضو تترفع من اليوتيوب بحيث يكون في مشاهدات اعلى، وان شاء الله نستمر معاكم بإذن الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.